حقك ما يضيعش. عمادة الشوامخ من معتمدية بوحجلة هي وجهتنا في برنامج حقك ما يضيعش، وين رصدنا العديد من النقائص: خدمات صحية ضعيفة، نقل مدرسي منعدم، والكار الأخرى ما ثماش، يقعدوا صغار مطيشين خاصة البنات. أنتم تعرفوا الأرياف البنات وباباهم الستة ونص ومسكين يسألوا واحد ثلاثة بنات جوج بنات جوج. ومشاكل فلاحية بالجملة. والله العظيم تو كدور المنطقة كامل، ما ثمش فلاح مش موسم. بالنسبة للمشاريع اللي هنا كان في المنطقة هذه متاع الشونخ مع الناس، بالنسبة للماء الصالح للشراب ما عنيش، نشربوا من البير متاع. نهار الجمعة 16 ديسمبر نفتحوا ملف عمادة الشوامخ ونناقشوا المسؤولين في النقائص والإخلالات. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. على الحياة فيم مع سوار بن حميدة، حقك ما يضيعش. حقك ما يضيعش. الحياة فيم. الحياة فيم. زهرة الحياة.